التفاصيل ديال الواقعه صراحه انا ما حضرتش، ولكن اللي سمعت من الاخوان اللي كانوا حاضرين انه بحكم العمل ديالنا حنا كنديروا لي ترونسفير من اسا للمستشفى الجهوي القلميم او المستشفى الجهوي لاكادير. دونك كانت واحد الحاله ديال المريضه اللي استدعت انها تنقل من اسا الى اكادير، فتنقلت معها رضوى الله يرحمها ويوسع عليها، اللي عمرها ما رفضت انها تدير الواجب ديال المهني، وعمرها ما رفضت انها تاكوبانيي شي مريضه، وعمرها ما رفضت او لا قصرت في المجهود ديالها. فكتب الله انها يعني طرا حديث في هذيك ليفابياسيون. اش غادي نقول لك، كنتمنى من الله انه يرحمها ويوسع عليها ويصبر امها ويصبر خوها ويصبرنا جميعا. ولكن في نفس الوقت كنتسائل الى متى غادي تبقى هذا الاستنزاف ديال الارواح ديال لي زانفيرمي بوليفالون ولا لي زانستيزيست ولا لي جورجونتيست، هما اللي تيخرجوا في لي زيفاكاسيون مع لي مالاد، كيمشيو من اسا حتى لاكادير حتى لمراكش. تخيل معايا شحال ديال الطريق بالليل بالنهار، دي فوا تيكونوا حالات حرجه، يعني اللي خاصهم كيفاش غادي يديروا غير هو والمريض ولومبيلونسي راه سايق. دونك تيمشي المريض ربما راه ما عرفناش غيوصل ولا ما يوصلش، هو كذلك تكون حياته مع 10 سنين. الوقت اللي مشاو فيها كان الليل ولا؟ اللي وصلني انا كاخبار انهم خرجوا بالليل، انا ما كنتش حاضره زعما صراحه ما كنتش حاضره، وصلني انهم خرجوا بالليل على اساس باش يوصلوا الصباح، لان من اسا لاكادير تطلب واحد 5 حتى 6 سوايع بحال هكا. كنطالب ان الوزاره تحد من هذا المشكل هذا، لان ماشي كل مره يبقى يموت لنا واحد. ما عرفتش شنو السبب الحديث؟ لا سبب الحديث انا ما كنتسناو الضابطه القضائيه والبحث ديال الجندارم زعما يقول لنا شنو سبب الحديث، باش حنايا كشغيله يعني يتشفى الغليل ديالنا حنايا، نعرفوا سبب السيده باش واش سرعه، واش كان شي سبب اخر. وكذلك كنتمناو من الوزاره انها تحد من استنزاف الدماء ديال الفرامليه، راه بزاف هادشي. انا غير معنيه، انا كطبيبه بالمستشفى الاقليمي، ولكن كنشوف الاصدقاء ديالي الفرامليه اللي تيخرجوا يا شاك جوغ، تيخرجوا حياتهم تيخرج تيركب لومبيلونس تيقول كيشهد، يعني راه غادي يقدر يدي المريض وما يرجعش، هو ما يرجعش، هو اللي عنده 24 ولا 22 ولا الله اعلم شحال يلاه بادي غيدي المريض يقدر ما يرجعش. علاش؟ لان اولا الطرقات راه من اسا غير اسا القلميم 100 كيلومتر فيها الفيراجات، يعني راه ملي توصلوا دوك الفيراجات راه كتشهد. كنتمنوا من الوزاره تلقى حل لهذا المشكل، سواء المناطق النائيه يديروا لنا لي زيليكوبتر او يلقاو لنا شي حل، او لا يتم تجهيز المناطق النائيه بجميع المعدات والاختصاصات اللي يكونوا. نعم مرحومه عندها 24 كنظن، يلا تخرج هذا العام، يلا خدمت معنا غير في شهر 5 عاد خدمت معنا. وش غادي نقول لك، هي خلوقه وبشوشه والله يعمرها دار، وعمرها ما خسرت وجه شي حد زعما وجه شي واحد طلب منها شي حاجه في المستشفى. الا زعما احتاجيناها في شي حاجه تنعيطوا ليها كتجي تحضر تتخدم، ملي كنكونوا خاصين فهمتي زعما اليد ديالها هي كتجي كتحضر كتخدم معنا. الله يرحمها والله يصبر الام ديالها وخوها والله يصبرنا حتى حنا على فراقها. هادشي اللي غنقول لك، وكنتمناو من الوزاره تدخل باش تحد من هادشي. راه شحال من فرملي كاين في البلاد، كل شهر شهرين يموت لنا فرملي، شحال حنا اصلا كاينين، راه لو مونك، ونزيدو كاع نقتلوهم في الطريق ما يمكنش. هادشي اللي